السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تبادل التهنئة مع ملوك ورؤساء العالم العربي والإسلامي بمناسبة عيد الأضحى المبارك. كمان السيد الرئيس كان حرص على تهنئة الرئيس السوري بشار الأسد والرئيس عبد اللطيف رشيد رئيس جمهورية العراق وعدد كبير من الرؤساء. هنتابع طبعا ذلك في سياق هذا التقرير. تبادل الرئيس عبد الفتاح السيسي التهنئة مع ملوك ورؤساء العالم العربي والإسلامي وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك، فقد أجرى الرئيس اتصالاً هاتفياً مع الرئيس السوري بشار الأسد وتوجه سيادته بالتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعياً الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سوريا والأمة الإسلامية كافة بالخير والبركات، ومتمنياً موفور الأمن والاستقرار والازدهار للشعب السوري الشقيق. من جانبه أعرب الرئيس السوري عن التقدير والامتنان للتهنئة الكريمة من السيد الرئيس، معرباً عن خالص الأمنيات الطيبة لمصر وشعبها بدوام الاستقرار والتقدم والازدهار. أيضاً أمس أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع الرئيس عبد اللطيف رشيد رئيس جمهورية العراق، وأجرى سيادته اتصالاً مع السيد محمد شياع السوداني رئيس الوزراء العراقي، وتقدم الرئيس بخالص التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك متمنياً للعراق وشعبها الشقيق كل الخير والازدهار، في حين أعرب كل من الرئيس العراقي ورئيس الوزراء العراقي عن خالص الامتنان لهذه اللفتة الأخوية من الرئيس، معربين عن أطيب الأمنيات لمصر وشعبها بدوام الاستقرار والتقدم. وأجرى أيضاً الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية، وتقدم الرئيس بالتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، معرباً عن خالص تمنياته للجزائر وشعبها الشقيق بدوام الاستقرار والتقدم. من جانبه أعرب الرئيس الجزائري عن خالص امتنانه لهذه اللفتة الأخوية، متمنياً لمصر حكومة وشعباً كل التوفيق والازدهار. أيضاً أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية، وتوجه الرئيس بالتهنئة لشقيقه الرئيس التونسي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على تونس والأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات، وأن يديم على الشعب التونسي نعمة الأمن والاستقرار. وأجرى الرئيس اتصالاً هاتفياً مع السيد محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي، وقد هنأ الرئيس شقيقه رئيس المجلس الرئاسي الليبي بحلول عيد الأضحى المبارك، متمنياً لليبيا وشعبها الشقيق الأمن والاستقرار والرخاء. وقد أعرب السيد محمد المنفي من جانبه عن خالص الامتنان لهذه اللفتة الأخوية الكريمة من الرئيس، داعياً الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة على مصر وشعبها والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. وأجرى الرئيس اتصالاً هاتفياً مع سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وتوجه الرئيس بالتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنياً للإمارات الشقيقة والأمة العربية والإسلامية كل التقدم والاستقرار. وأعرب الشيخ محمد بن زايد من جانبه عن الشكر والامتنان للسيد الرئيس على التهنئة الكريمة، متمنياً لمصر وشعبها دوام الأمان والازدهار. وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت، وتوجه السيد الرئيس بالتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، معرباً عن خالص تمنياته بالتقدم والازدهار لدولة الكويت حكومة وشعباً تحت قيادة سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت. من جانبه أعرب ولي العهد الكويتي عن امتنانه للتهنئة واللفتة الكريمة للسيد الرئيس، متمنياً لمصر حكومة وشعباً كل التقدم والازدهار والسلام. وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وأعرب جلالته عن خالص تهنئته بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنياً للشعب المصري كل الخير والتقدم والرخاء. وقد أعرب السيد الرئيس عن خالص تقديره على هذه التهنئة الكريمة من أخيه جلالة الملك الأردني، داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على الأردن قيادة وشعباً وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. وتلقى الرئيس أيضاً اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفلسطيني محمود عباس للتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، حيث أعرب الرئيس الفلسطيني عن خالص أمنياته للشعب المصري بالخير والرخاء. من جانبه أعرب السيد الرئيس عن خالص تقديره للتهنئة الكريمة من أخيه الرئيس محمود عباس، متمنياً أن يعيد الله هذه المناسبة على الشعب الفلسطيني الشقيق والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.